السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أكد المحلل السياسي علي البيدر اليوم الأحد لا وجود لأي فرصة لحل الأزمة دون توافق الكتل السياسية. وقال البيدر في تصريح أن الدستور العراقي وطريقة الأداء السياسي تجبر الجميع على الذهاب إلى التوافق، حيث أن ما فسرته المحكمة الاتحادية مؤخرا بهذا الخصوص هو خير دليل على عدم وجود أي مخرج غير التوافقات السياسية. وأضاف أنه لا توجد أي فرصة لفرض إرادة معينة أو إقصاء طرف على حساب طرف آخر. وأشار البيدر إلى أنه لم يتبقى أمام الكتل السياسية بعد انتهاء المدة الدستورية سوى الذهاب إلى التوافق، ولا يوجد بديل لهذا الخيار.